نور، وصلنا لفقرتنا الاجتماعية، ويمكن كل عيد بنسأل كيف الناس بتعايد بعضها وقديش هالسنين عم بتمر وعم تعمل تغيرات بشكل عام بطريقة المعايدات، القريب والغريب والشخص اللي خليني أقول الصديق أو الشخص اللي من العيلة، كيف الناس بتعايد بعضها، مين لساته عم بيعايد شفهي، مين عم بيعايد ليشوف الثاني. كنا عم نحكي مع الدكتورة هنا تحت الهواء اليوم أول يوم العيد، وعطلناها حتى عن المعايدات، عن المعايدات. كيف أنت بتعايدي هلأ بشكل عام لهلأ؟ كيف هلأ؟ يمكن اذا بدنا نقول هلا طقوس كورونا فرضت بعض التفاصيل، بس للاسف السوشيال ميديا فرضت كثير من التفاصيل اللي صارت تنسرق. يعني قبل كنا دائما اتصالات تليفون، المسج هي تليفون، المسج لازم اول يوم بالعيد تعملي فتله بالعيله، لازم يكون في زيارات مشان العيديه، كثير طقوس جميله يمكن السوشيال ميديا سرقتها. انا لهلا بحب اللي بده يبعث لي معايده يكتبها، يعني انا ما بحب هلا مثل امبارح تجيكي مسجات نفسها، يعني كوبي بيست، هي مال قص لصيق او الكارت لكل العالم. انا لا بحب مثلا واشخاص معينين، يعني ما فيني بعمل سبق لكل الارقام نفس المعايده، كل شخص بيمتاز بميزه معينه، فبحب اقول كل عام وسلمى ضحكتك موجوده، يعني بتاخذي كل عيد وضحكتك دائما منوره وجهك. تماما. شخص ثاني مثلا كل عيد واستاذتنا الدكتوره هيك دائما معها بيكون العيد مختلف، انا بحب هاي التفاصيل. لهيك موضوعنا اليوم كثير مهم مع الدكتوره هناء برقاوي استاذه في علم الاجتماع بجامعه دمشق، قديش سرقت منا السوشيال ميديا هاي التفاصيل، خصوصا نحن مجتمع سوري عربي بنعيش يمكن هاي التفاصيل لهلا، ان كان برمضان، بالاعياد، بالمناسبات، يمكن هي صلة الرحم من الأمور الأساسية بحياتنا اليومية. بدنا نقول لك بالبداية كل عام وأنت بألف خير، وبدنا نقول لبنتك أول شيء مبروك الزواج، الحمد لله على سلامتها، الله يخلي لك إياها. الله يسلمك يا رب. تسلمي نور، تسلمي سلمى، كل عام وأنتم بخير، ينعاد عليكم وعلى جميع المشاهدين بالصحة والسلامة. وبحب أترحم على شهداء سوريا وفلسطين أكيد، والله يحمي أهاليهم ويرحمهم ويجعل، يعني هم مثل ما بيقولوا أحياء أكيد بالدنيا. صحيح، أكيد دائما الشهداء أمبل من في الدنيا وأكرم بني البشر. الدكتورة بالبداية بأول شيء بدنا نقول لك كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. اليوم يعني هيك نحن سرقنا كل ضيوفنا من عاداتهم وتقاليدهم، كسرنا العادة تماما لحتى يكونوا ضيوف هيك خفاف لطاف على شاشتنا، شاشة الإخبارية. اليوم قديش اختلف معك المشهد بالمعايدات؟ قديش صرتي عم بتشوفي هذا الاختلاف بالحياة عم ينعكس حتى على مناسباتنا؟ هلا ما تخليني اقول بشكل شخصي، لاني بشكل شخصي انا ما غيرت شيء، يعني اللي كنت احكي معه تليفون بقيت عم بحكي تليفون، اللي بزوره بقيت زوره، فقط مثل ما قالت نور ظروف كورونا شوي حدت من الزيارات بسبب المرض، بسبب الخوف عليهم، الخوف علينا اللي عنده مرض، فما غيرت. لكن كلياتنا بنعرف انه المجتمعات بحاله تغير دائم، تماما، وكل تغير من التغيرات بتفرضه طبيعه المرحله. صحيح. والعصر اللي بنعيش فيه. بدنا نقول التكنولوجيا أثرت سلبا؟ أبدا، التكنولوجيا هي أثرت إيجابا على حياتنا، خلت رتمنا سريع، قدمت لنا كثير أمور ساعدتنا. الخطأ مننا إحنا كناس كبشر طريقة اللي ما قدرنا نستثمر التكنولوجيا ونستخدمها بالشكل الأمثل. يعني مثل ما بيقولوا التكنولوجيا قربت البعيد بس بعدت القريب. صحيح. يعني هي انا بقدر بلحظه بتصل باختي بالاردن صوت وصوره بسلم عليها وبشوفها كانه موجوده بيناتنا. صحيح. لكن صعب كثير جارتك اللي جنبك تبعتي لها رساله او اختك اللي جنبك تبعتي لها رساله وتحاكيها. احنا بدنا هون الفارق مشكلة. اللي احنا بدنا نشتغل عليه. احنا حلو نستخدم التكنولوجيا بس نعرف كيف نستخدمها ونعلم اولادنا كيف يستخدموها صح، حتى تبقى حياتنا ماشيه على الرتم اللي تعودنا عليه من اهالينا. مو هاد يعني انه كل شيء تعودنا عليه هو الصح، لكن على الاقل نحافظ على طابعنا وهويتنا الثقافيه اللي بتتشكل بشكل اساسي وبتبين بمناسباتنا بالاعياد، بالاعياد الرسميه، الاعياد الوطنيه، الاعياد العاديه، كلياتها هي اذا قدرنا نحافظ عليها وعلمناها لاولادنا مو بالحكي لكن بالممارسه جدا. يعني اذا ابني قال لي انا ما جاب علي روح على بيت جدي، انا هون بدي افرض سطوتي، سطوتي مو بالديكتاتورية انه انا بدي اجبرك، انا بدي اشرح له. صحيح. شو يعني روحتك لبيت جدك؟ قد ايه يعني هي مفيده لك؟ شو يعني العيد؟ هو اذا بيقول لي ما بدي وانا بقول له غصب عنك ما رح يقدر ياخذ تفاصيل العادات اللي احنا عشناها، لكن انا بدي افرض سطوه اني اشرح له وخليه يسمعني، خليه يسمعني، لانه
بيت جدك بكره انا لما اكبر ويجيك اولاد بدك تاخذ اولادك وتجي لعندي، هالامور بتسعدني وبتسعد اكيد بيت جدك، بتسعد عماتك خالاتك الناس اللي بتحبهم. اذا ما شرحت له بالطريقه اللي بتفيده واللي بيقدر واعطيه امثله عليكي، ما بتقدري تخليه يمارس العادات والتقاليد. هي نقطه كثير مهمه دكتوره، يعني قلتي نقطتين كثير مهمين خلال حديثك. السوشيال ميديا هي لها اثار ايجابيه وسلبيه، طريقه تطبيقنا للسوشيال ميديا هو ينعكس اساسا على افعالنا على المجتمع، بس في لها كمان اثار ايجابيه لانه في كثير من الناس يمكن هي بساعات طويله بعملها ما بتعطل بالعيد فبتضطر تستخدم السوشيال ميديا. بس لما اقول جمله انه انا بدي اعلم اطفالي، هي نقطه كثير مهمه، لانه مو معقول انا اكون ماسك الموبايل على مدار مثلا طول النهار وبيجي ابني يمسك الموبايل ساعتين اقول له لا ما في، ما اطفالكم ياخذوا الاطباع منكم. الحكي منكم طبعا. كيف فينا هي التفاصيل نعلمها لما انا يكون عندي طفله عمرها 3 سنين؟ بدي بلش هون مفاهيم العائله تتكون عندها، المجتمع الصغير بعدين بدها تبلش. كيف فيني انا عيش هي التفاصيل وانزل كمان حتى للمستوى العقلي، نشرح لهم المفردات لتتكون بتاسيس شخصيتهم. اول 6 سنوات هي كلها يمكن بتتسرب داخل نفسيه الطفل. منك انت نور. يعني اذا بتعطيها الموبايل لتقضي شغله او تساوي شغله بالمطبخ او تحكي مع امك او تحكي مع زوجك، بتعطيها لتتسلى، انت هون عززتي عنا انه هذا الموبايل اللي عم تتفرج عليه على اليوتيوب، لو حطيتي له فيلم كرتون، لو حطيتي له اغنيه اطفال، فانت عززتي عندها انه هذا الشيء هو وسيله لقضاء وقت الفراغ لحتى تريحيها منك. فاحنا اللي عم نعطي اولادنا اللي بعمر صغير الموبايل لايدهم بحجه انه بدي ريح راسي، بدي احكي تليفون وانا رايقه، بدي احكي مع اخي او مع زوجي او مع امي او مع حماتي بشكل رايق، خدي هذا وروحي التهي. لا انا هون بدي جيبها والا ماما انا عم بحكي مع تيتا 5 دقائق وبفضلك، خدي هالورقه والقلم ارسمي شخبري، اذا بتحب التلوين بجيب لها تلوين، اذا بتحب الالعاب التركيب بجيب لها. بتعرفي انت من السنتين بتعرفي ابنك اذا اخذتيها محل العاب شو بيحب، فانت اعطيه الالعاب لحتى يلعب فيهم وما تسلميه الموبايل كلعبه. متى ما اعطيتيه الجهاز التكنولوجي كلعبه بقي بذهنها، انت عم تقولي بال6 سنين ترسخ هالامر بذهنها، وهيك بيقولوا علماء النفس انه ال5 سنوات الاولى هي اهم سنوات بتعلم اولادنا كيف بتطبع اولادنا على عاداتنا. فانت لما تطبعيها انه التكنولوجيا مو للتسليه، التكنولوجيا لاني انا احكي فيه مع بابا واطمن عليه، احكي فيه مع تيتا، اتفرج على غنيه انا وياكي وقت اللي بنكون فاضيين نحدد له وقت، مو والله بعطيها اياه طول النهار وقت اللي بتصير صف اول بتقولي لها ما في وما بيصير، لا خلص تعودت وبدها تصير تبكي ولا ترتاحي من بكاها بدك تعطيها. فاذا بايدك وبايدي وبايد سلمى وبايد كل واحد فينا فينا نعرف نطبق بطريقه بدنا صحيحة. بدنا كيف نقدر نعودهم، وما تقول انا بنت خالتي جابت لي ليش طنط او خالتي جابت، انا لا، انا بدي اشرح لها ليش وبدي افهمها ليش وبدي ساعدها، وبطلب من اختي لما تجي مع بنتها ما تخلي الموبايل، فرضي عليها فرض انه انا لما تجي انا ما بدي اعود اولادي، مو لانه ما بدي، لانه بعمر محدد انا ممكن مسكهم الموبايل، ممكن نجيب لهم موبايلات، ممكن نجيب لهم موبايلات مو ذكيه، اذا انا خايفه على بنتي اذا راحت على المدرسه صحيح. الموبايلات المو ذكيه بقدر اتواصل معها. فاذا الدور علينا احنا فقدنا دورنا كاباء وامهات واستسهلنا العمليه اللي انا بدي ريح راسي وبعطيها اللي بدها اياه، مثل وقت اللي كنا نفتح التلفزيون قبل التكنولوجيا موبايلات. ونفتح لهم على افلام الكرتون والدعايات ونحطهم واحنا عم نشتغل، فصار الولد يحب يقعد على التلفزيون ساعات طوال وما نعرف احنا بالمنطقه شو عم يتفرج. نفس الشيء هلا، يعني الاخطاء نفسها من الاسره نفسها، بس عم تتغير الوسيله، عم تتغير الوسيله، لكن المخطئ الاول والاخير احنا اكيد. وهون كان بدي اسالك دكتوره، دائما نحن امام سؤال كثير كبير، مثل ما حكيتي المجتمعات كل فتره بتتطور، ومع هذا التطور عم يخلق عادات جديده، وبصير في حرب بين هدول العادات مثل ما بيقولوا القديمه والعادات الجديده اللي عم بيحاول المجتمع يكسبها لافراده بشكل عام. بين هذا الصراع كيف نقدر نحافظ بانه ما نفقد هويتنا الاساسيه، ما نفقد الهويه اللي هي خلينا نقول الاسره بشكل عام، الترابط، العادات خليني اقول لك الشرقيه او العربيه، وخصوصا انه هالتكنولوجيا بتنقلنا لعالم اخر ولمجتمع اخر بكبسه زر. هذا الشيء اللي هو صراع الاجيال اللي موجود لكن بصوره المختلفه، يعني صراع الاجيال كان بين الام وبنتها، الاب وابوه بيختلفوا على اشياء صغيره، هلا كبرت هو وصار
صراع جيل بين جيلين، جيل قديم وجيل جديد. يعني معلش مع التطورات خلينا نعترف انه في عادات كانت ما كثير كويسه، لكن في عادات تربيناها مع اهالينا هي كويسه. انا لما يشوفني ابني عم روح عند بيت عمه وانا مبسوطه وانا مالي متضايقه وانا رايحه هيك بضحكه ومقبله وعم بلبس الاشياء الحلوه، رح يعرف انه زياره الاقارب هي زياره مفرحه وبهجه. صحيح. مو انا روح وانا متقاتله مع زوجي ومتخانقه معه ومعصبه وغصب عني رايحه وليش اهلك قبل اهلي وليش اهلي قبل اهلك. وقت اللي بيكون في تفاهم بين الزوجين، وقت اللي بيكون في امور مشتركه عم يشتغلوها صح وعم يعلموها لاولادهم صح، وقديش يا الله الا تاثير كبير على الاطفال. يعني احنا هذا الشيء انه الجمع الموده لما تعمليها بحب، يعني حياتنا كلياتها بينقصها يعني بيجملها الحب. الحب مو بس بين اثنين، الحب بكامل اطيافه بمفهومه الواسع، حبي لجيراني، حبي لاهلي، حبي لرفقاتي. وقت اللي بكون انا بحب بصدق وبأدي عادتي بصدق بدون تجمل وبدون تزييف، وقتها اولادي بينبسطوا فيها وبيقضوها بصدق. وقت اللي بيشوفوني رحت عند جارتي واخذت الموبايل واخذت الباسورد تبعها، بصيروا هن كمان اذا معهم الموبايل بدهم ياخذوا الباسورد تبع كلمه السر تبع الجيران وياخذوها. فانا هون عم علمهم انه هي التكنولوجيا ما فيني اتخلى عنها. انا بعلمهم انه وقت اللي بدي اروح مشوار ضمن المنطقه اللي انا عايشه فيها ما بدي اخذ جوالي. كلياتنا كنا نطلع وما في معنا جوال، خلينا نتعلم يوم نطلع بدون تكنولوجيا. هي يمكن بعض العادات وبعض التصرفات بيكتسبها الاطفال من اهاليهم. ويمكن قلتي جمله لانه وقتنا خلص بالختام وما بدنا اخرك كثير دكتوره، بالحب دائما عطي حب وشوفي التعامل الاخر لجميع الاسره بينتقل لك بحب. نحن كنا سعيدين بكل حب بوجودك معنا دكتوره هناء برقاوي استاذه في علم الاجتماع في جامعه دمشق، وكمان الف سلامه لبنتك من رضا. شكرا كثير لك، كل عام وانتم بخير ويعطيكم العافيه، وكل عام وجميع الكادر بألف خير والمشاهدين بألف شكرا خير. شكرا لك، وشكرا لأنه كمان كانت حصتنا الأولى معك اليوم ببداية النهار. أهلا وسهلا، أخرناك فيكم عن الواجبات الاجتماعية، بدنا نعتذر من عائلتك. لا أبدا، ولكن نحن سعيدين كنا بوجودك. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لك. شكرا لكم.